السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما تناول رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنده وكان بينهما كلام، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح. وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك ابن مهيب القرشي الزهري، يكنى أبا إسحاق ويلقب بالأسد في براثنه وفارس الإسلام. توفي سنة 55 بالعقيق من نواحي المدينة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. فإذا هذه درسنا اليوم، تعلمنا شيئا عن هذه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.